يصعد من أعلى الجبال. سويسرا على القرى اللي موجودة بسويسرا. السلام عليكم. شقد منتجع شايف، انسى كلهم، هذا أجمل منتجع بكردستان. تخيل منتجع فوق الجبل. طبعا هاي المنتجع منتجع شنقلبانة. قبل ما توصلون القضاء راوندوس وانتو جايين من بيخال، هذا الجراج مالتها الدخولية بسيارتكم كل شخص بـ1000 دينار، يعني السيارة ببلاش وأطفال ببلاش، تدخلون بسيارتكم كل شخص بـ1000 دينار، يعني كم شخص إذا أكو بسيارة يدفع 1000 دينار. تخيل هاي الجراج مالتها على هاي الجبال، شوف الجبال. منتجع اسمها شنقلبانة. طبعا المنتجع صاير بأعلى جبال كردستان، شوفوا حاليا احنا بأعلى جبل، شوفوا الدخولية من هناك والجبال على أطرافه، كل طرف بها جبال، 4 أطراف هم بها جبال. وهاي المنتجع اسمها شنقلبانة مثل ما قلت لكم، شوفوا بها فيلل، هذا مثل فيلا، بها فيلل مطاعم. شوفوا كل مكان هيجي كاتبين مطاعم، أماكن ألعاب وقاعات. هسه راح أشوف لكم شكو داخل هذا المنتجع. ممنوع الوقوف في السيارات هنا، أنا كاتبين. طبعا بيها كافتريات، مطاعم، ألعاب الأطفال، حتى بيها طلع هاي مال دوران، شو اسميه ما أدري، تلفريك شنو. هاي المنتجع صايرة فوق الجبل، أتخيل فوق الجبل منتجع. مثل ما قلت لكم الدخولية بلف، يوجد نراجيل هنا نشوفه على هذا المطعم. طبعا هذا المنتجع منتجع شنقلبانة، اسمها شنقلبانة. الدخولية قبل ما توصلون راوندوز، قضاء راوندوز اللي راح يصير على يدكم اليسار، يعني تقريبا 5 دقائق على راوندوز، 5 دقائق تخيل. دخولية بـ1000 دينار لكل شخص، السيارة ببلاش والأطفال ببلاش، هذا كلها مال الأطفال. شوفوا قاعة ألعاب وكافتيريا شنقلبانة، شوفوا مثلا هاي، شوفوا لكم من الداخل، هاي كلها مال الأطفال شنقلبانة. القطار بيها، شوف القطار، هذا القطار اللي قلت لكم عليه كان يبين من شو اسمه من بيخال. شوف القطار، هاي القطار تصعدوها، يصعد من اعلى الجبال. هاي شنقلبانة. والله عمي عاش تيدهم، شوف الجمال من هنا. الحلو هذا انه منتجع فوق الجبل، اعلى جبل تخيل. هاي كلها مدينة العاب، تصادم هناك، تصادم اكو، يقول تصادم بالسيارات مال اطفال. بيها مطاعم، بيها بيتزا، بيها العاب اطفال، بيها سكك حديدية، قطار سريع هذا الفوق، بيها ماركت، بيها هذا القطار، شوفوا يفتر الأطفال بيها يصعدون. الأطفال بـ2000 دينار، الكبار بـ3000، هي مكتوب. شوفوا هاي يفرفرك داخل المنتجع. هذا القطار اللي شفناها من بيخال، قطار سكك حديدية. طبعا احلى شيء بيها، خليني اربيه لكم اياها، شوفوا النظافه، نظافتها ما شاء الله مهتمين بيها، ترتيب فول. هم ارجع اذكركم اسمها شنقلبانة، منتجع شنقلبانة قبل ما توصلون الراوندوز من تعبرون بيخال. شوفوا هاي دي فرفر مثل القطار، سكك حديدية، قطار تصعدون بها يفرفركم هذا المنتجع كلها.
مش قد حلو مسوين لكن القعدة هنا على المنظر. هي هاي السكك الحديدية دا يروح القطار يفرفرك داخل المنتجع. شوفوا راوندوز مقابلكم، هذاك قضاء راوندوز. شوفوا الجبال طبعا. المجمع هذا من كل مكان، منتجع العفو، من كل أطراف بها جبل. شوفوا جبل من أربع أطراف هم بها. ممنوع تدخلون سيارتكم هنا، بس هذول مدخلين أعتقد اللي دا يشتغلون هنا، بس ممنوع تدخل سيارتك. آخر شيء نقاط. هذا هم دا يسوون تزحلق بيها. شوفوا بعدها الجديدة دا يسووها طبعا على الصيف، يصير إعمار قوي بيها. والحلو تصعدون القطار. هسه أعتقد ما دا يشغلوها لأن ما بيها ناس هواية. حبيت اشوفكم المنظر من هنا. هاي ما زحلوقة ما ادري شو نسميها، فوق الجبل، بس بيها اعمار قوي. هاي مثل شوفوا تل فريق مناك، تجي على هاي الصفحة شوف يروح لي جوا. اخر شيء يروح لي جوا. هسه راح يصعدون راح ينزلون لجوا. انتو جايين على راوندوز انصحكم تزورون هذا المنتجع. هم طبعا هذا موجود، هاني هم شايفه باسطنبول على جسر، على جسر بسفور ما ادري شنو. هذا يزحلقون من هنا مثل الفريق يروح لي جوا. اخر نقطة هناك. طبعا احلى شيء شفتها بهذا المجمع منتجع يعني صايره فوق الجبل، يعني اخر نقطه من الجبل صايره بيها مسوين منتجع. عاشت ايدهم اللي جايين عليها او اللي شافوها هسه. شنو رايكم بيها؟ شوفوا هنا هم القطار، يصعدون هذا القطار، بس بيها اعمار قوية قوية. شوفوا يقول واحد من اكبر منتجعات بكردستان، والمحلو بيها فوق الجبل. يعني هسه احنا حاليا فوق الجبل، شوفوا الناس وين طالعين سفرات. جبل مقابل هذا المنتجع، جبل الثاني اللي صايرة مقابله. شوفوا جوز ما يبين زين بالفيديو، شوفوا هناك سيارات شلون واقفين عجبل. شوفوا هذاك راح مثلا دقيق، خلي اشوف لكم اياها ايش قد حلو. راح تروح هاي هم شوفوا. بس راح تروح شوفوا راحت. حلوة. ودا يروح آخر شي جوه. طبعا هي الكل تشتغل، كل شي بيها شغالة حاليا، بس بعض ألعاب مدى يشغلوها حاليا لأن بيها يقول إعمار. تصعد ويروح جوا. آخر شيء راحوا. حلوة
هاي داخل المنتجع، راح اصعد شوية فوق، حبيت اشوفكم شوف وين دا يروح. شوف راح لي هناك، هذا الموقع تقريبا من المنتجع لنهاية بداية الراوندوز. هاي هم راحت. قوية والله. شوفوا هاي اللعبة الثانية هم بيها، شوفوا هاي هم راحت. هاي مال يصعدون بيها مثل سيارة. هاي يمكن شايفيها بسويسرا على القرى اللي موجودة بسويسرا. حلوة. ناي يصعدون فوق، من فوق يعوفهم ويروحون جوا. أكثر الألعاب اللي ما موجودة حتى بالمدينة موجودة هنا. أنا حلو والله. وهذا هم حلو، ياخذك هم جوه نهاية المنتجع وهم يرجع. واحد من أقوى منتجعات اللي شفتها أني، واللي أحلى بيها فوق الجبل، منتجع فوق الجبل. أوف، والبعد أحلى مسوين كراسي بكل مكان. فما دام جاي حبيت أشوفكم هاي المنتجع هم، إن شاء الله تعجبكم. إذا ما مشترك بالقناة اشترك بالقناة. تحياتي لكم.